هل تعلمون أنكم يمكنكم رؤية حيوانات ذات أشكال أسطورية في أماكن عادية عن طريق الصدفة؟ نحن متأكدون أنه بالنسبة للمصورين تلك الحيوانات تعتبر كنزاً. وإذا كنتم قد شاهدتم أحدها على شبكة الإنترنت، فعلى الأرجح أنكم اعتقدتم أنها صورة غير حقيقية. وإن كنتم لم تشاهدوهم من قبل، فإنهم موجودون بالفعل. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم 8 حيوانات غريبة لم تتخيلوا وجودها. هيا بنا. الأخطبوط ذو الأذن الكبيرة. اتضح أنه في أعماق البحار لا تعيش الوحوش المرعبة فقط، وإنما أيضا توجد كائنات لطيفة وغريبة مثل هذا الأخطبوط ذي الأذنين الكبيرتين، والذي عثر عليه العلماء منذ فترة قصيرة في قاع خليج المكسيك. يبدو هذا الأخطبوط لطيفا للغاية، لدرجة أن العلماء أطلقوا عليه اسم دامبو. لدى دامبو زائدتان غريبتان على رأسه بالقرب من عينيه، واللتان تشبهان إلى حد كبير الأذنين، ولكن الأخطبوط يستخدمهما كزعانف. لدى هذا الكائن البحري طريقة غريبة في الأكل تساعده على ابتلاع الطعام بسرعة كبيرة، فبدلا من أن يقطع فريسته كما تفعل الأخاطيب الأخرى، يقوم دامبو بابتلاع فريسته كاملة دون تقطيعها. تم اكتشاف هذا الأخطبوط النادر والمدهش في 26 من إبريل عام 2014، وذلك أثناء عمل البعثة العلمية التي كانت تؤدي عملها باستخدام الغواصة أوكيانوس إكسبلورر. السلحفاة الصينية. مقولة بطيء كالسلحفاة ليست دائما صحيحة، لأن تلك السلحفاة الصينية يمكنها الجري بسرعة شديدة إذا شعرت بتهديد، لدرجة أن القليلين فقط يستطيعون اللحاق بها. إنها سلحفاة غير تقليدية، فإنها تختلف عن جميع السلاحف التي اعتدنا على رؤيتها، فدرعها مرن ومزود بزوائد قرنية كما أنه مغطى بالجلد، وهو مستدير الشكل، وعندما تتقدم السلحفاة في السن يتغير شكله من مستدير إلى بيضاوي، وبهذا يمكن تحديد عمر الحيوان. لون الجزء العلوي الظاهر من الدرع إما أخضر رمادي أو أخضر أرجواني لكي يمكنها التخفي في القاع. أما إذا قررتم تربية تلك السلحفاة كحيوان منزلي فعليكم الحذر، لأن رقبتها طويلة للغاية، وإذا قمتم بالإمساك بالسلحفاة من الدرع فستقوم بإخراج رأسها وتهاجمكم بشكل مخيف. القرد أفطس الأنف. قرد بورما الأفطس أو تونكين سترايكر، إنه نوع من القردة التي عثر عليها العلماء في بورما عام 2010، وقد عثر على تلك الوحوش الصغيرة بواسطة فريق من الباحثين بقيادة عالم جون سترايكر، والذي أطلق اسمه على هذا النوع من القردة. ومن المعروف أنه تم العثور على مجموعة واحدة من قردة بورما الفطساء، وعددهم حوالي 300 قرد. وبخلاف شعره الأسود ووجهه الأبيض، فإن أهم ما يميز هذا القرد هو الأنف المشوه والمرتفع لأعلى، وعلى حد قول الصيادين المحليين فإنه في فصل الشتاء تبدأ تلك القردة في العطس بصوت مرتفع عندما تسقط مياه الأمطار في أنوفها، لذلك عند سقوط الأمطار تجلس تلك القردة واضعة رأسها بين أرجلها، وقد أوشكت تلك القردة على الانقراض، وذلك لأن سكان بورما الفقراء يقومون باصطيادها من أجل الطعام، فهي لا تمثل لهم أي قيمة علمية. الخفاش الأبيض. من الناحية العلمية يجب أن يسبب لكم هذا الحيوان الرعب، ولكن هذا المرعب الصغير الذي يطير ليلا بجناحيه لا يشبه مطلقا أيا من مصاص الدماء. انظروا إلى تلك الكائنات، إنها خفافيش بالفعل، ولا يختلفون عن باقي أفراد جنسهم، حيث إنهم يعيشون في كهوف ويمصون الدماء، ولكنهم كما ترون لديهم فراء أبيض. يعيش هذا النوع في بعض دول أمريكا الوسطى، ومن الممكن أن يحالفكم الحظ في رؤيته في نيكاراغوا أو كوستاريكا، وبالطبع في هندوراس. بالإضافة إلى أن هذا النوع نادر للغاية، فإن حجمه صغير جدا، حيث إن طول أكبر خفاش من هذا النوع لم يتعدى 5 سنتيمترات. هناك معلومات أن تلك الوحوش الصغيرة تواجه خطر الانقراض، ونتمنى أن يتم بذل كل الجهود الممكنة من أجل إنقاذه. سرطان النيون. منذ فترة قصيرة أعلن بعض الباحثين الألمان أن السرطان المزين بألوان النيون المدهشة على أذرعه هو أجمل الكائنات التي تعيش في المياه العذبة. الموطن الأصلي لهذا السرطان الصغير هو مقاطعة بابوا الغربية بأندونيسيا. تعتبر ذكور سرطان النيون هي الأجمل،
ويبلغ طول الواحد منها من 3 إلى 4 بوصات. أما الإناث فهم أقل جمالاً، حيث إنهم أصغر حجماً، كما أن ألوانهم ليست بنفس الإشراق. يشبه ذراع السرطان المجرة السماوية المليئة بالنجوم، أو بمشهد الغروب الرائع على خلفية سماء صافية. من الغريب أن هذا السرطان يعرفه الكثيرون في أسواق الكائنات البحرية، ويتم بيعه منذ أكثر من 10 سنوات في جميع أنحاء العالم. وأنتم، ألا تريدون واحداً منه لأنفسكم؟ الضفدعة بينوكيو. إنها إحدى الحيوانات ذات الدم البارد، وقد تم العثور عليها بالصدفة حينما تمت تعبئتها بشكل ما في شوال من الأرز في كيربينغ. وعلى الرغم من اكتشاف تلك الضفدعة في عام 2008، فإن أول معلومات عنها قد خرجت عام 2010. تم تسميتها بالضفدعة ذات الأنف الخشبي الطويل، وذلك لأنها تمتلك أنفاً طويلاً يشبه أنف شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة بينوكيو. وهذا الشبه ليس في الشكل فقط، وإنما أيضاً في الوظيفة، وذلك لأن أنف الضفدعة له خصائص فريدة. فنرى أن الأنف ينتصب عندما يلمس شخصاً ما جسم الضفدعة، أو عندما تشعر بالخطر. وعندما تكون الضفدعة أقل نشاطاً وتشعر بالأمان، فإن أنفها يرتخي ويتدلى لأسفل. الصرصور ذو الأعين الوردية. هل قابلتم من قبل حشرات ذات أعين غريبة؟ إذا كان جوابكم لا، فانظروا جيداً إلى الشاشة. إنه الصرصور ذو الأعين الوردية، وهو يشبه النوع الذي يعيش في جبال نولي شرينش على سواحل المحيط الهادئ. الصرصور أخضر اللون، وعند النظر إليه يبدو كما لو أن عينيه تلمعان. وقد تم اكتشاف تلك الحشرة بواسطة بعثة علمية في غينيا الجديدة، وهي ثاني أكبر جزيرة في العالم. وقد جذب هذا الاكتشاف انتباه العلماء لأنه لم يسمع عنه من قبل. إليبيكا. أطلق على هذا الحيوان الصغير للغاية اسم إليبيكا، وهو اسم منطقة بالصين والتي ينتمي إليها مكتشف هذا الحيوان. يعيش إليبيكا في المنطقة الجبلية تيانشان، ويتغذى على الحشائش التي تنمو في الجبال. نادراً ما يتمكن أحد من رؤيته، إنه يشبه الأرنب والسنجاب والدب الصغير في نفس الوقت. وخلال 20 عاماً لم يتمكن أحد من رؤية أو تصوير أي حيوان إليبيكا، ولذلك أطلقوا عليه اسم الأرنب السحري. نتمنى أن تزداد أعداد هذا النوع الرائع، وأن نعثر على العديد من أفراده في جبال تيانشان. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.